هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت، راح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، وراح أحاول أحكي فيها كذلك عن العزاب شو بخبئ لهم. بآخر الفيديو راح أحاول أحكي عن كل ما يتعلق بالحياة العامة لبرج الحوت. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية إنه تكون قراءة. اوكي، بداية يا برج الحوت، عم شوف الطاقة كأنه تلقيت رسائل يا برج الحوت غير مسر لإلك، او ما حبيتها، كان فيها شيء يقلقك يا برج الحوت. ممكن هذه الرسائل اتت من حبيب، وممكن حكى لك اشياء لا تحبها، او ما كان فيها أشياء تسرك. أوكي، عم شوفك كتير تعبين، وعم تشتغل على أنه تحاول أنه تكون لحالك. أوكي، تكون بعزلة من مع نفسك. برج الحوت لما بيزعل يلتجئ للعزلة، يلتجئ للوحدة، ليفكر ويعيد صياغة أولوياته. أوكي، بالنسبة للشريك الآخر أو الشريك اللي أنت عم تحكي معه، عم شوفه شخص جميل جدا، شخص ناجح ماديا، عم شوفه كتير شخص يفهم بالعلاقات، يفهم كيف يعني يكون بعلاقة وكيف يجذب الشريك الآخر. إنسان ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالأرض وكل ما يجنى من الأرض، أي شيء يسقط عليه شيء من الأرض أو موارد مادية تأتي من الأرض فهو يشتغل فيها. شوفوا كذلك ممكن يكون من برج الثور أو من برج ترابي. أوكي، عم شوفوا يراقبك عن كثب، بس هذا الإنسان يعني مصعوق جدا من تجاهك، أو أخذ فكري كأنه أنت ما توقع منك ردة فعل معينة وصعق منك، ممكن توجه لك كلام لا يناسبك يا برج الحوت، وأنت فرد مرة رديت عليه بكلام لم يتوقعه منك. أوكي، عم شوفه لهذا الشخص كأنه لساته عم يكتشفك، كأنه أنت أبديت له وجه ما كان عم يتصوره ببرج الحوت. كان ممكن بيشوفك على انه انت الشخص المثالي اللي ممكن ما عم تزعق بشخص اخر، او ممكن ما ممكن تعمل هذه ردة الفعل، وانصدم جدا بهذه ردة الفعل. عم شوف كذلك على انه هو مبتعد عنك، وكذلك انت عم شوفك يعني خلص كأنه خسرته، عم شوفك موجوع لا انكر، بس خلاص لجأت كليت كل الابتعاد عن بعض. عم شوف كذلك حتى عم شوف كأنه يا برج الحوت انت واخد تكبر او رفعة على هذا الانسان، ممكن جرحك وخلاص صارت عندك كرامة كتير عالية، انه خلاص هذا الانسان خدش كتير أشياء لا يجب خدشوها بالعلاقة، وكأنه أنت سكرت أبواب كل مثلا إنه تكون معه. ممكن أنت تتعامل مع برج الحمل أو برج الثور أو برج الجدي، برج الأسد كذلك، برج العقرب، ممكن كل هذه الطاقات عم تطلع عندي، حتى برج الجوزاء عم شوفه عم يطلع بهذا القراءة. عم شوفوا حتى برج السرطان، عم شوفوا كذلك هذا الإنسان متعلق فيك بشدة، متعلق لدرجة إنه مو قادر يبعد عنك، ممكن كذلك كان يريد علاقة جنسية معك، ممكن كانت هي سبب خسرانكم لبعض، ممكن كان رؤيته فيك بس جسد، ما كان عم يشوف الروح التي داخل برج الحوت. ممكن على هذا أخذتوا قرار إنه تبتعدوا عن بعض. هذا بقول للبعض، ممكن تكون هذا السيناريو بينطبق عليك برج الحوت، ممكن يكون سيناريو آخر. أوكي، ممكن كذلك عم شوف على أنه لساته هذا الإنسان رح يقاوم مشاعره، رح يضل أنه يبين هو القوي، وأنه هو الشخصية اللي ما رح تعمل ما رح تبذي يعني بخطوة للأمام، بس هذا الإنسان كتير بحبك،
يخفي كثير مشاعر تجاهك، اوكي؟ بالرغم من ان كل هذه المشاكل بالعلاقة فهو يحمل مشاعر كثير قوية تجاهك. انا اشوفه كذلك على انه هذا الانسان حبه كثير قوي. ممكن انت يعني رح تهتم، انا بشهر معي عم شوفك عم تهتم اكثر للعائلة، للأسرة، للمة. بتهتم لحالك ولعائلتك، اوكي، اكثر ما بتهتم للعلاقة بالوقت الراهن. اوكي، عم شوف بخطوته القادمة ممكن هو ما رح يعمل خطوة، اوكي، ممكن رح يضل محتفظ بكبرياء واحتفظ بمشاعره الخاصة لإله. لساته شايل بقلبه اتجاهك، ممكن عنده حيرة من أمره، هل يبدي بهذه الخطوة أن يرجع لإلك أو لا. بس عم شوفه على أنه هذا الإنسان عنده كرامة وعنده إيجو كتير عالي، لهيك لن يقدم على فعل هذا. بس بمستقبل البعيد، أنا دائما بفتح هذه الورقة على المستقبل البعيد، ممكن الشهر المقبل أو الأشهر الجاي أو سنة أو كذا، عم شوف أنه الحب سيوقد من جديد ورح يخلي هذه العلاقة تجتمع من جديد، أوكي؟ ممكن عم شوف كذلك على أنه حل هذه المشاكل العالقة بينك وبين هذا الإنسان هو الكوميونيكيشن، هو الكلام، الكلام البناء المعقول اللي ما فيه شتم وما فيه كلام جارح أو كل واحد عم يجرح الآخر أو عم يتكبر على الآخر. الكلام اللي هو كلام صحي يرفع بالعلاقة إلى مستوى أعلى. عم شوف في وفرة بشهر ماي لإلك، أوكي؟ ممكن رح تأتيك أموال، أنا ما فتحتها صراحة على الحياة العامة، بس رح تأتيك أموال لم تكن تنتظرها. ممكن هذه الأموال تأتيك من قضايا كانت عالقة بالماضي بالمحاكم، يئست منها. ممكن ستأتيك أموال تتعلق بهذا الموضوع. في شيء كان بالماضي، في صفقة كنت برمتها يا برج الحوت، وممكن كان فيها خسائر أكثر، بس عم شوف أنه رح تجني أموال، أو هذه الأموال سترجع لإلك بشهر معي. عم شوف على فكرة انه في مشاكل بالعائلة بيناتكم. اذا انتم متزوجين فممكن العائلة سبب الخصامات بيناتكم، واذا انتم مو متزوجين ممكن الام او الاشخاص من العائلة رافضين ابدا انه تكونوا بعلاقة. عم شوف في تدخل للعائلة، في تدخل للعائلة بهذه العلاقة. عم شوف في أشخاص بيكونوا مثل حرباية أكثر، كأنه عم يجيبوا كلام ويدوا كلام لعائلتكم، للشريك، لكذا إنسان، عشان يعكروا صفو العلاقة. ممكن يكونوا أصدقاء أنت عم تحكي لهم أسرارك، وهذه الأسرار عم توصل للشريك ولعائلته، أوكي؟ بالنسبة لعزيب، عم شوف على انه في بداية او في بداية جديدة لعلاقة. هذه العلاقة للبعض ممكن يكون علاقة من الماضي رجعت، وللبعض راح تكون بداية جديدة. هذه العلاقة راح تجي
كنوع من السعادة لإلك، أو رح تبعت لك السعادة بقلبك. عم شوفك رح تبعت لك كتير أشياء جميلة، وعم شوفه هذا الإنسان رح يبعت لك مسج عن قريب. وهذا الشخص ممكن كان عم يمر بالماضي بعلاقات كرمية أو بعلاقات سيئة جدا، ايه عم شوفه كان عم يمر بعلاقات سيئة، وهلا يعني هو متشبث فيك ورايد قربك. اوكي، عم شوفه لهذا الانسان يريد قربك، يريد لمة اسرة وعائلة. عم شوفه لهذا الانسان ممكن يريد زواج، ممكن وارد جدا انه يكون من الماضي، لانه عم تطلع ورقة الماضي، شيء يعود من الماضي. ممكن انتو مع بعض كنتوا بعلاقات او بعلاقة فاشلة بالماضي، وهلا عم شوفها تتجدد وتأخذ صيغة جديدة. هذا للبعض، وللبعض عم شوفهم في علاقة جديدة رح تكون. اوكي، ممكن كطاقات عم شوف، كما قلت، برج الجدي، عم شوف برج الحمل، عم شوف برج الثور، الأسد، السرطان، العقرب، حتى الميزان عم شوف. اوكي، بالنسبة للحياة العامة يا برج الحوت، عم شوف في الحياة العامة يعني موزع بين كل ما هو حب وكل ما هو مادي. عم شوف كأنه في مشاكل تتعلق بالمال، لأنه في مال مثلا عند أحد، مال يتعلق بقضايا سيرجع لإلك. عم شوف في رسائل بهذا الشهر تبعت لإلك، وفي كوميونيكيشن. عم شوف كذلك حتى في عزلة، في عزلة مع النفس. عم شوفك منعزل عن الأشخاص كتير. عم شوفك كتير مكتئب، أو ما يعني ما تدخل بكآبة يا برج الحوت. حاول تشوف تكون يعني اوبتيمستيك، تكون متفائل كما ترمز لهذه الورقة. هذه الورقة تبع التفاؤل والسعادة والحياة الجديدة، لأنه من بعد هذه النظرة التشاؤمية اللي راح تشعرها، راح تشعر أنه في بصيص أمل. الحياة فيها لساتها أمل، ما تطلع على الأشياء السلبية، وما تطلع على الأشياء اللي نيجاتيف. أوكي، دائما تطلع على الإيجابي، وانظر بالنظرة إيجابية للحياة. عم شوف في رسائل، في كلام، في كوميونيكيشن بهذا الوقت. عم شوف في خلوة مع النفس، كثير عم تطلع بخلوة بالنفس مع النفس، وعم شوف على أنه في روتين تعبدي أكثر بهذا الوقت. عم شوفك ممكن تلجأ للصلاة، تلجأ للدعاء، للقرآن، كتير أشياء ممكن على حسب الديانة، كل واحد وديانته. بس عم شوفك تلجأ للعبادات، لروتين التعبدي. أوكي، حاول أن تكون بوزيتيف يا برج الحوت، وهذا كل شيء بيطلع لك. بتمنى لك كل الخير والمسرات.